السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرتبط النادي الأهلي يسحق مرتبط نادي الزمالك بنتيجة 81-42 في مباراة تسيدها فريق النادي الأهلي من الوليد إلى الوليد. مرتبط النادي الأهلي تسيد المباراة بشكل ساحق يمكن أكثر من المباراة الأولانية. النهاردة النادي الأهلي بيفرق 39 نقطة، المباراة الأولانية فرق 28 نقطة تقريبا، يعني حاجة كده قريبة من الدبل سكور 81-42، يعني 3 نقط على الدبل سكور. استراتيجية هايلة جدا من اسامي كراني في المباراة النهاردة، بيعتمد على الدفاع الضاغط بطول الملعب اغلب فترات المباراة لاستفادة من الاطوار في النادي الاهلي. النادي الاهلي عنده احمد ربيع وعلي مصطفى وعلي عصران وعلي مصطفى اللي هو صاصة وموفق، وعنده عدد كبير جدا من اللعيبة المهاريين تحت زي احمد فادي هاني وعلي حاتم وعلي وحامد وعبد الله هيثم السعيد، عدد كبير جدا من اللعيبة النهاردة كانوا ممتازين بشكل كبير جدا في المباراة وكان أداؤهم هايل جدا، إلا أني كان في أزمة في حاجتين. الحاجة الأولانية كمية الفري ثرو اللي النادي الأهلي ضيعها النهاردة، كمان كمية يعني تقريبا النادي الأهلي النهاردة ما سجلش في المباراة كلها إلا 3 بوينت واحدة للاعب حاتم علي حاتم، غير كده المباراة كلها كان دخول من تحت السلة، لعب تحت السلة، اختراقات، اعتماد على الفاست بريك من فريق النادي الاهلي، لكن النتيجة كانت كبيرة جدا ووضحت الفارق ما بين الفريقين، وان شاء الله ده يبقى مؤشر جيد لينا في النهائي، لان يعني خلاص النادي الاهلي كده ضمن الوصول للنهائي، والمباراة اللي جاية ما بين الاهلي والزمالك هتتلعب كمان ساعة ملهاش أي قيمة، مباراة تحصيل حاصل، الزمالك سواء حتى كسب لو كسب حتى فرق 100 برضه النادي الاهلي بينجح في الوصول لنهائي دوري المرتبط وهيقابل اما الجزيره او الاتحاد. بنسبه كبيره الاتحاد هيكسب الجزيره في المرتبط، ففي الحاله دي فرقه الجزيره مطالبه انها تكسب في المباراه الكبيره باي نتيجه، اما لو الاتحاد كسب برضه باي نتيجه فبالطريقه دي الاتحاد يصعد لان فرقه المرتبط كسبت المباراه الاولانيه. تحيه من قلبي للكابتن اسامه الكياني على فرقه المرتبط العظيمه دي، اللي اعتقد يمكن من فتره طويله جدا ما خسرتش غير الماتش الوحيد اللي خسرته قدام فريق سموحه، والحقيقه مرتبط سموحه السنه دي هو يمكن افضل فريق مرتبط في الدوري لولا ضعف الفريق الكبير، كان من الوارد انه يبقى كان لسموحه شان اخر باعتبار ان المرتبط بتاعه مميز، لكن يعني حظ فريق سموحه ان المرتبط بان الفريق الكبير بتاعه ما كانش محظوظ، خط سيره مثلا ما قابلش الزمالك، انا كنت اراهن ان لو سموحه قابلت الزمالك كان بنسبه كبيره كان ممكن سموحه تتجاوز الزمالك، لان المرتبط في سموحه كان يقدر يغلب مرتبط الزمالك بسهوله، فكان كل اللي محتاجه فريق سموحه هو فوز وحيد على الكبار الزمالك، واعتقد ان ده كان في المتناول، يعني الجيش اقل من سموحه وكسب الزمالك. في حاجات كتيره النهارده شفتها عجبتني النهارده في الفيديوهات اللي شفتها النهارده على اليوتيوب، النهارده ان شاء الله لو عملت لايف هذكرها، لو ما عملتش هنأجل ده لبكره، يعني النهارده يعني ممكن ما اقدرش اعمل لايف زي امبارح، لكن انا سعيد بحاله الاقبال على اللايفات، صحيح في بعض الاراء السلبيه لكن انا مش زعلان منها، ده نقد ومن حق كل الناس انها تنتقد ما دام في احترام وفي عدم تطور وفي ذوق واخلاق من اللي بيتكلم، انا متقبل النقد حتى لو هو شايف ان انا لا اصلح ان انا اطلع اتكلم في اي حاجه على قناه في اليوتيوب، قناه متواضعه على اليوتيوب، لكن في النهايه بغض النظر عن ده انا سعيد بالدفء اللي بحس بيه خلال اللايفات والاقبال على المتابعه، ده معناه اني الى حد ما في صوت وصل، في صوت بيتكلم يعني بيلاقي صدى لكلامه عند الجمهور، وده شيء يسعدني جدا ويشرفني ويرفع المسؤوليه على عاتقي، وطبعا ان شاء الله دايما نحاول نبقى عند حسن ظن الناس علشان نقدم شيء جيد يليق بواحد من جماهير النادي الاهلي. الف شكر لحضراتكم والسلام عليكم.